السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه مقدسيه لكم اعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم الى هذه الندوه التي نعقدها مع كوكبه من ابناء فلسطين وابناء الامه العربيه والاسلاميه للحديث ومناقشه أوضاع القدس التي تعيش وضعاً استثنائياً في السنوات والشهور الأخيرة بفعل تشكيل حكومة التطرف الصهيوني التي اتخذت طريقاً تصعيدياً في خطوات متتالية تجاه المدينة المقدسة ولا سيما المسجد الأقصى المبارك وهي في طريقها الى مزيد من العدوان والتصعيد في مختلف مناحي الحياه، هناك الحياه ببعدها الاجتماعي والاقتصادي وببعدها التعليمي كذلك وما يتعلق بالعدوان على المقدسات بوجه خاص. هذه الظروف الاستثنائيه التي تعيشها المدينه المقدسه ولا سيما المسجد الاقصى المبارك كان لابد لها من مرابطين استثنائيين ورجال استثنائيين وقفوا وقفه عز وصمود في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه ابان معركه سيف القدس عام 2021. فما مآلات ما الامور؟ الى اين تسير هذه الامور في مدينه القدس المحتله ولا سيما في الاقصى؟ وما الاخطار المحدقه بالمسجد المبارك في ضوء هذه الحكومه حكومه التطرف الصهيوني هذا الموضوع نناقشه اليوم مع كوكبه من ضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين مرحبا بك معنا بكم دكتور وأهلا بك مرة أخرى من قادم من قطاع غزة من فلسطين المحتلة كما يسعدنا أن نرحب بالدكتور مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية الباحث والمتخصص بالشأن الصهيوني مرحبا بك معنا دكتور مأمون الله ومن غزة أرحب بضيفنا الدكتور سعيد بشارات الباحث المتخصص في الشان الاسرائيلي، مرحبا بك معنا دكتور سعيد. اهلا وسهلا بك حياكم الله كما ارحب بضيفنا الدكتور ناجح بكيرات وهو رئيس اكاديميه الاقصى معنا ايضا عبر سكايب من مدينه القدس المحتله، مرحبا بك معنا دكتور. اهلا وسهلا سلام الله عليكم حياكم الله حياكم الله جميعا دكتور وضيوف الكرام، ابدا معك دكتور نسيم في ضوء ما تعيشه هذه المدينة كما يعني يقول المراقبون دائما بأنها تعيش في السنوات أو الآونة الأخيرة أسوأ الظروف تحت الاحتلال منذ عام 48 عند احتلال ما يسمى الآن بغرب القدس ثم في عام 67 بعد أن أطبق الاحتلال يعني احتلاله على المدينة في شقها الشرقي ما طبيعة الأحوال التي تعيشها المدينة المقدسة خلال الآونة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد أن يعرف الجميع أن القدسية المكان المقدس لدى أبناء الأمة الإسلامية قاطبة. وهي من أقدس مقدسات الأمة الإسلامية، فهي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، فلابد أن تتوجه أنظار الأمة الإسلامية قاطبة إلى هذا المكان المقدس. وأن تدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة أقصد الأمة الإسلامية بكل فئاتها وطبقاتها وشعوبها وقياديها ومؤسساتها هذا ما ينبغي للأمة لأن, الأمة لأن المسجد الأقصى اليوم والقدس في خطر بل في أقصى درجات الخطر نعم. نعم. لا سيما واننا نعلم جميعا ان هذا العدو يخطط لتدمير المسجد الاقصى وبناء الهيكل المزعوم، هذا يعني مخططهم الاخير والذي يعتقده ليس المتطرفين فحسب وانما كل اليهود في داخل فلسطين وربما في خارجها، نعم. واليهود في العالم يدعمون هذه القضيه، الصهاينه وغيرهم يدعمون هذه القضيه ويجمعون مليارات الدولارات من اجل تهويد القدس ومن اجل تدمير المسجد الاقصى وبناء الهيكل المزعوم، نعم. لكن الذي يحصل اليوم هو مقدمات ومنذ ان وطئت اقدامهم النجسه على هذه الارض المباركه ودخلوا القدس الشرقيه عام 1967 وهم قد استولوا على حائط البراق وزعموا ان هذا يعني يعتبر المكان المقدس لديهم وحولوا لحائط ما يسمى بحائط المبكى واصبح معروف بعد ان هجروا اصحابه حي المغاربه ودمروا البيوت التي كانت يعني تسكن في هذا المكان هذه ثم بعد بدأوا بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى من جميع الاتجاهات ووصلت إلى عمق كبير تحت المسجد الأقصى، وكانوا يقصدون أنه ربما تأتي هزة أرضية فتدمر هذا المسجد ويدمر بفعل الطبيعة وثم ثم بعد ذلك يقوموا ببناء كلمة حاول اليهود مراراً وتكراراً الاحتلال في فلسطين حاولوا مراراً وتكراراً بوضع حجر الأساس في داخل المسجد الأقصى لهيكلهم المزعوم، حاولوا ولكن الشعب الفلسطيني اهلنا في القدس بصدورهم العاريه وقفوا في وجههم وتحدوا هذا، بل بعضهم كان يقف تحت يعني الرافعه التي كانت تريد ان تنزل حجر بحجم نعم. آه اثنين طن او اكثر في ساحه المسجد الاقصى ولا يستطيع الاحتلال ان يسقط او يضع هذا الحجر، فهذه نعم. كانت مقا... نعم. اليوم بدات الامور تتسارع في الف... في ظل الحكومة المتطرفة إن كنا يعني لا نؤمن بهذا بل هم كلهم نعم متطرفون بل هذه الحكومة بدأت الأمور تتسارع بشكل كبير جدا نحو تحقيق هدفهم الذي يخططون له فبدأت تعرف مسيرات الإعلام والطقوس الدينية التي يؤدونها ويدعو إليها جماعات أمناء محاولة الهيكل ومحاولة تحويلها لقضايا دينية نعم واقتحام المسجد وتفريغ المسجد من أهله من المسلمين ويعني بالعشرات بل بالمئات والالوف من اليهود المستوطنين يقتحمون المسجد في اوقات هم يريدون ان يقسموا المسجد في في البدايه تقسيم زماني ومكاني ولكن طبعا وقفات اهل القدس واهلنا في 48 الذين كانوا يذهبون الى المسجد ويحتشدون فيه كانت تمنعهم وتحول بينهم وبين ان يسيطروا على اجزاء من المسجد الاقصى ولكن هذه الفتره يبدو انهم استطاعوا ان يعني ولو نجاح مبدئي او نعم. سنأتي لهذا بالتفصيل ان شاء الله لكن عندي. الوضع نعم. اقول انه الوضع في المسجد اقصى كارثي يحتاج الى وقفه كل ابناء الامه نعم. وتضافر جهودها من نعم. اجل الدفاع عن المزل سنأتي لهذه النقطه المهمه يعني دور ابناء الامه دكتور مأمون لا شك ان عنوان هذه الندوه الاخطار المحدقه بالمسجد الاقصى في ظل حكومه التطرف الصهيوني وحتى لا يفهم المشاهد اننا نحاول ان نقسم ونفرق بين حكومه واخرى على مدار تاريخ ما يسمى بدوله اسرائيل كان دائما المسجد الاقصى مستهدفا للحكومات المتتاليه لكن في الاونه الاخيره دخل الى الحكومه بعض الزعران بين قوسين الذين كانوا يقودون هذه التجمعات قطعان المستوطنين ويقودون هذه الحركات المتطرفه في ضوء هذا التطور الجديد صعود مثلا ابن كفير مثلا وغيره من القيادات، ماذا يعني بالنسبه لكم كمتابعين لقضيه المسجد الاقصى؟ حياكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام والضيوف الكرام هنا في وفي غزه وفي القدس. حقيقه يعني موضوع موضوع النظره الى المسجد الاقصى والتعامل في الملف حتى شكل دوله اسرائيل، انا كشخصيا يعني اتحدث عن ولو حتى بعض الكتاب الإسرائيليين يتحدثون عن إسرائيل الثانية إسرائيل الأولى كانت تنظر الأمر من الزاوية التوظيف الديني للمصلحة السياسية نعم وهي قضية أن الوجود حائط المبكى مسألة تجميع لليهود أن لكن السيطرة على المسجد الأقصى لم يكن في المرحلة هو في قرار في هذا الأمر وكان في قرار من الحاخامية الكبرى للدولة بحرمة الصعود إلى الجبل للصلاة حرمة الصعود إلى الجبل للصلاة أما كسياحة فهو مسموح لهم هذه الحرمة يعني الحاخامية في هذا الوقت هي حاخامية أرثوذكسية من الحرديم يعني هؤلاء يؤمنوا أن الفكرة الأساسية عندهم أن الهيكل يأتي به يأتي من السماء مع عيسى المسيح عليه السلام وثم ينزل ينزل على الارض ويبني ويضع الهيكل في على جبل الهيكل هذه الفكره الاساسيه ولذلك هذه هي عقيده الانتظار عندهم المشكله الان ان هناك تيار تيار الحركه الصهيونيه الدينيه الذين المعجلين في الامر قالوا ان بدل الانتظار وهذا الكلام بدا من الحاخام ابراهيم بن ميمون في القرن الثاني عشر قال انه احنا لا يجب الانتظار حتى يأتي المسيح المخلص بل يجب العمل على الخلاص تعجيل ذلك آه عمل على الخلاص وبالتالي يجب أن نكون مستعدين ومجهزين للجبل للهيكل بانتظار وتجمع عنده حتى عندما يأتي المسيح ننشئ الدولة اليهود التي وعد الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بها هذا التفكير الآن هذا التيار بدأ يعني بعد حرب 67 بدا يظهر تزداد دائما الحروب احيانا تؤثر في بنيه المجتمع في اما بتزيد عمليه التطرف واما بتميل عملية التراجع والذهاب للسلميه فالمجتمع الالماني الحرب العالميه الثانيه ادت الى كراهيه النازيه والابتعاد عن الحروب كما كذلك اليابان لان ادخلت المجتمعات في كارثه الحروب احيانا تشجع الانتصار في الحروب يشجع على التطرف ومنذ عام 1967 لحتى عام 77 والانقلاب الانتخابي وصعود اليمين بدات تيارات التيارات اليمينيه تتعاظم وتشكل من اجل السيطره على ارض اسرائيل الكامله وهذا طبعا هذه الفكره الاساسيه بدا يعني في اندفاع باتجاه الحضور باتجاه المسجد الاقصى لم يكن يعني يغيب عن الحكومات الإسرائيلية بشكل عام الحضور يعني حتى الليبرالية أو العلمانية أنه يجب أن يكون هناك توظيف الديني حاضرا في كل مسألة لذلك منذ عام 67 لو كانت حكومة الليبرالية أو عمالية العمالية محسوبة على تيار وسط اليسار يعني اللي هي كانت الحكومة الإسرائيلية في 67 حكومة جولدا مائير اللي هي احتلت المسجد, احتلت المسجد الأقصى منطقة القدس ودمرت فورا دمرت حي المغاربه وانشات ساحه الحائط المبكة هذا الامر الان في نحن في مرحله جديده هذا التيار يتصاعد واخذ ياخذ نفوذ اكبر في داخل المجتمع الاسرائيلي والان هو دخل الحكومه عندما دخل الحكومه بدا يوسع هامش السلطه يعني في هذا النقطة أن التحولات الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي ت... يعني في ظل التراجع وضعف المقاومة العربية والموقف العربي تجاه إسرائيل شجع اليمين المتطرف إلى اتخاذ مواقف أكثر يمينية وأكثر تطرفا لا. لأن الطريق مفتوحة مه. يعني هذه في مصداقية المصداقية لأصحاب التيار المتطرف أنه نحن نفعل ما نريد ولا نجد ردا يعني مه. وهذا كلام عبر عنه آ... الرئيس ترامب عندما عندما اعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل قال كنت تخوفين من ان العرب سيثورون هل اعترفت ماذا حدث؟ وهذا النقطه الان هي المعادله انهم زادوا في زادوا في جرعات عمليه الاعتداءات على المسجد الاقصى وشجعوا نعم وهذا ادى في عام 2015 مم. انه يتخذ نتنياهو قرارا بالسماح لليهود بالدخول الرسمي كيهود وليسوا كزوار مع صحيح. الزوار نعم. هذه كانت بدايه القرار الرسمي نعم. للتحول سناتي الى هذه التفاصيل والتحولات التي جرت فيما بعد وخلينا نقول الموقف الفلسطيني الشعبي منها كما جرى في السنه قبل الماضيه وكيف اثر، لكن دعني ارحب مره اخرى بضيفي الكريمين دكتور سعيد بشارات ودكتور ناجح بكيرات من مدينه القدس. دكتور ناجح اتوقف معك عند نقطه مهمه، نحن نتكلم من خارج القدس وانتم تتحدثون الان من قلب هذه المدينه المحتلة التي تمارس كفاحا يوميا دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الإنسان وفي محاولة للحفاظ على هذه المقدسات من دنس الاحتلال كيف تقيمون الأمور ولا سيما في الأونة الأخيرة في ضوء هذه التطورات السياسية في كيان الاحتلال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحييك وحي ضيوفك الكرام وكل مشاهدينا عبر فضائيتكم مباركة وأود القول أن وجع القدس وجع مؤلم جدا لسنوات بل لعقود طويلة نحن في زلزال حقيقي منذ عام 1917 منذ وعد بالفور إلى اليوم وردات الزلزال تأخذ يعني أخذت الردة الأولى عام 1948 وأخذت معها 550 قرية وهجرت حوالي مليون فلسطيني، الردة الثانية لهذا الزلزال الاحتلالي الخطير كانت عام 1967، وأعتقد أن الردة الثالثة 2023 زلزال يحدث في القدس هدم بيوت ملاحقة لكل صغيرة وكبيرة الناس وصلت الى حد لا تامن على نفسها لا تامن على اموالها لا تامن على بيوتها اعتقالات يعني غير غير مسبوقه ابعادات غير مسبوقه زياده عن كل ما قام به الاحتلال من انتهاكات وردات كما قلت انا اقول ان زلزال 2023 هذا الزلزال الاحتلالي على الامه الاسلاميه ان تاخذ بعين الاعتبار والا لن لن يبقى لا حضور مادي ولا معماري ولا انساني لان لان هذا الزلزال يرتكز على ايديولوجيه خطيره وهي انهاء كل آآ الوجود الفلسطيني العربي سواء كان متحركا سواء كان ميتا سواء كان شاهدا هذا الزلزال الذي أنا أصفه لك أنه زلزال مدمر بكل ما في الكلمة من معنى أمام هذا الزلزال كيف يمكن أن نتصرف هل, هل سنخرج للشوارع نعم سنخرج للشوارع لإبقاء وجودنا هل, هل سنحافظ على مسجدنا وساحات مسجدنا نعم سنرابط في هذا المسجد ولن نسمح بكل السياسات يعني انا اذكر دائما نحن اليوم في الذكرى الخامسه لفتح باب الرحمه لذكرى ايضا قريبه من باب الاسباط وما جرى في باب الاسباط انا اقول لك ان ان القدس لن تجف رغم كل هذا الزلزال ورغم كل الاجراءات لكن الوجع وجع مؤلم اكثر ما تتصور وانا لا استطيع ان اصف هذا الوجع الا فعلا بزلزال مدمر في كل نواحي الحياة الأسواق مغلقة هناك ملاحقات للتجار ملاحقات حتى للناس في لقمة عيشهم الذين كانوا في الأسر ثم خرجوا حتى يتنفسون الآن مداهمات إلى بيوتهم لتأخذ يعني حلي نسائهم ولتأخذ حلي أخواتهم هناك تحميل بالجملة للسيارات لسياراتهم الخاصة هناك عملية في زيادة في زيادة الانتهاكات وحرب الاقتحامات كي يتم تغيير الواقع الواقع الديمغرافي والواقع أيضا الوجود في المسجد الأقصى ولكن أمام كل ذلك نحن باقون بإذن الله تعالى نحن باقون كبقاء صخرة بيت المقدس بإذن الله إن شاء الله دكتور وفقكم الله طبعا أخطار كثيرة محدقة بالناس وعقاب بأثر رجعي كما لاحظنا في الأونة الأخيرة للناس الذين اعتقلوا قبل سنوات سنأتي إلى هذا النقاط هذه النقاط ولا سيما ردة فعل المقدسيين كيف كانت بإطلاق عصيان مدني وإضراب شامل كل ذلك بعد فاصل قصير بحول الله تعالى نستأنف فيه الحديث في هذه الندوة المباركة المقدسية مع هذه الكوكبة من الكتاب والمحللين والعلماء فتفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعه بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب افقي كما يمكن لمشاهدينا في الاناضول والقاره الاوروبيه استقبال بثنا على القمر ترك سات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي تحية طيبة لكم من جديد أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وفي هذه الندوة الأخطار المحدقة المسجد الاقصى المبارك في ظل حكومه التطرف الصهيوني، اناقش هذا الموضوع مع كوكبه من ضيوف الكرام، واستانف النقاش بالذهاب الى غزه وسؤال الاستاذ سعيد بشارات من هناك حول ما يجري مؤخرا، الدكتور ناجح انتهى الى مساله خطيره وهي العقاب الجماعي باثر رجعي لكل المعتقلين والمعتقلات السابقين في سجون الاحتلال، دخلت قوات الاحتلال ب يعني كانها كانه مجموعه من اللصوص وهم كذلك بالفعل الى بيوت الناس وسرقوا اموالهم، سرقوا ذهب النساء وحتى عرباتهم الخاصه بدعوى ان هناك قضايا وما الى ذلك من هذا الكلام. هذا السلوك المتجدد وهو سلوك جديد على قوات الاحتلال بهذه الطريقه كما لاحظنا مؤخرا دفع الناس الى القيام بعصيان مدني واضراب بدا يوم الاحد الماضي ومن المتوقع ان تزداد خطواته يوما بعد اخر كيف تقيمون المساله هناك بسم الله الرحمن الرحيم ما يحدث في القدس وما تقوم به حكومه نتنياهو بسموه في دوله الاحتلال تغيير وجه الدولي في الفلسطينيين بسموه هجمه جديده على او متطوره او متقدمه على الفلسطينيين والقدس لكن هناك وجهه نظر لمن يقود هذه الحمله لمن يقود حمله ما يسمى بالجهد المركز في القدس حاليا إتمار بينغ إتمار هو يعتبر من قيادات الاستيطان ويحكم عقلية العصابة لا يزال لحد اللحظة دي. لذلك لا في وزارته عارفين يتعاملوا معه ويشتغلوا معه وحتى قائد الشرطة في اصطدام بينهم وصل انه اذا مش مش عارف انت تمشي زي سياستي روح روح او انا بدي اقيلك لذلك ما يحدث في القدس توصيفه هو عمل عصابات الشرطة على أرض الواقع بتشتغل بتلتزم في تعليمات تمار بن لأنه وزيرها وحتى لو خالفته وحتى نتنياهو لو خالف رؤية بن لكن هو بطبق ما يذهب إليه حتى مع معارضته له أو تحفظه عليه لأنه خلاص هيك الحكومة هاي شغالة وهيك طريقة الآن ما يحدث في القدس هو فعلا هجوم على المدينة المقدسة هجوم على 400 ألف مواطن فلسطيني تقريبا يريد بده إتمار بن كفير يقرفهم حياتهم يطلعهم من أواعيهم خلينا نحكيها في البلد يريد أن يهدم أحياء بيوت كاملة مثل ما حكى في أحد مقاطع التيك توك, التيك توك وهو يسمى وزير التيك توك أنه بدي أهدم حي حي حارة حارة شارع شارع قمنا بمصادرة سيارات قمنا بمصادرة أموال وذكر المبلغ إذا هو بعلن في هذه الأمور هذه التصرفات مثل ما ذكرت تصرف عصابات إذا في قادم الأيام لم يلتزم كوبي شابتاي قائد الشرطة بتعليمات إيتابير بينغفير القائمة على رؤية أيديولوجية تتعلق بالسرقة تتعلق بطرد الفلسطينيين تهجيرهم رايح يجي يستدعي عصابته لهافا اللي هي تتبع ما يهوديت حزب إثما بن كفير ويجيبهم ويجندهم في الشرطة وسميهم مثل ما ذكر في أوقات سابقة الحرس الوطني وضيفهم مم. للتركيبة الخاصة بالشرطة وهذا على سلم أولوياته للعلم وصلوا هم في تعليماته اللي مش كادر الشرطة لانه بتقول لك في قانون يا عمي مش قادر الشرطه تنفذه فهذه العصابه ستنفذه اذا هي هجمه خطيره منابعها وخلفيتها ايديولوجيه تتعلق بحكومه لا يستطيع استاذ استاذ سعيد باختصار لو سمحت امام هذه الهجمه كيف قيمت خلينا نقول بين قوسين ردة الفعل المقدسية من الشباب الذين خرجوا من بلدات مقدسية أخرى واشتبكوا مع الاحتلال بالأدوات السلمية المتوفرة أعلنوا عصيان مدني وإضراب شامل ونحن نعرف أن هذه المصطلحات كبيرة تحتاج إلى ربما يعني وقت طويل لتطبيقها أنه ندخل في أو يدخل المقدسيون في عصيان مدني أو إضراب شامل لكن كخطوة مبدئية من المقدسيين كيف تقيمها؟ أنا لا أريد أن أبالغ في توصيف الحالة لكن أنا كسعيد بشارات غير غير راضي بهال بهالمستوى المنخفض أنا بعتبره ليش؟ لأنه حجم طبعا مش الملامين مش الفلسطينيين المقدسيين نعم. مش ملامين مش ملامين بكل تأكيد الملام هو المؤسسة الرسمية الفلسطينية التي لم تضع برنامج لمواجهة هذه الحكومة لكن الخطوات اللي بقومها اللي بيقوم فيها سكان القدس ال ألف هي خطوات مهمة لمواجهة هذه الحكومة إتمار بن كفير له حد له حد يستطيع أن يمارسه على أرض الواقع لكن في لحظة من اللحظات لن يكون قادر على أن يطبق سياسته ويمكن يوصى بقتله حتى حتى الشباك يمكن يوصى بقتله لأنه في هناك موازنات بحاولوا يفهموا إياها بحاولوا نعم. يلقموه اياها لكن هذا البني ادم طبعا. مش راضي يستوعبها، يعني قعدوا مع الشباب، قعدوا مع الاستخبارات، قعدوا مع الشرطه، بفهموه في الحاله الامنيه اللي يجب التعامل معها بها مع الفلسطينيين، مش راضي يستوعب الزلمه هذا، لكن كخطوات في المسجد الاقصى في القدس ممتازه، العصيان المدني ممتاز، لكن يجب ان ياخذ وتيره اعلى. لانه هذا الشخص هاجم عليك صار هادم اربع بيت منزل يجب ان يتكاتف سكان نعم. القدس وسكان طيب. الضفه الغربيه اي و... و القدس بشكل وا... عام وصلت الفكره استاذ سعيد دعنا نتوقف دكتور نسيم هنا مع قضيه مهمه نحن على مدار صراعنا مع الاحتلال الصهيوني أه لا اقول كان الاحتلال يتحكم في ردات فعلنا بشكل او باخر لكن دائما ارتبطت رده الفعل بحجم الخطر ونوع الخطر ومكان ممارسه الخطر، يعني الممارسات التي يخضع لها الناس الان في القدس هي خطيره جدا ترتقي الى المساس بالمقدسات داخل المدينه فالاحتلال الذي يراوح في هذه الممارسات وهذه الاعتداءات بين محاوله اظهارها بشكل يعني كانه يلاحق مجموعه من المجرمين وبين اقتحام المسجد الاقصى مثلا، نحن كرده فعل فلسطينيه مبدئيه شعبيه أيضا تتراوح بين هذه وتلك والتعبئة التي يتلقاها الناس سواء من الحركات الوطنية والتنظيمات والفصائل الإسلامية وغيره هي أيضا مرتبطة بحجم هذه المخاطر مع أن الأمر هو خطير جدا كما تعلمون ولذلك كان لابد من وقفة قوية مثلما حصل في عام 2021 معركة سيف القدس كانت معركة فارقة وإن لم تكن بنفس الطريقة التي جرت إنما لابد أن يكون هناك وقفة من نوع ما بارك الله فيك يعني وضعت يدك على الشيء المهم وحقيقة يعني ما يعمل به المسلمون جميعا وحتى نحن في فلسطين عبارة عن ردات فعل والعدو الصهيوني أحيانا يجس النبض فإذا شاء رأى أن المسألة ستكون ردات فعل عنيفة يتراجع قليلا إذا رأى يتقدم أن يعني الردات الفعل يعني ليست على المستوى المطلوب كان يتقدم وهذا ما, ما نراه على مستوى في مستوى العامين الاخيرين كيف في مسيره الاعلام حتى مسيره المسيرات كان يتراجع قليلا ويخفف من اعدادها وتتدخل الشرطه او الحكومه في تخفيفها وما الى ذلك لكن هذا آه هذا لا يعني انه ما في نشاط وما في عمل لا بل هو موجود من يعني الاخوه في المرابطين والمرابطات واهل القدس الله يجزيهم كل خير ما قصروا في هذا أيضا دعم أهلنا في الثمانية واربعين أيضا ما قصروا دعم أخواننا في الضفة الغربية لكن هذا يأتي في سياق أعتقد أنه يعني منفرد وردات فعل لحظية أو كذا ما ليست منظمة نحن نريد ان يكون العمل يعني عمل منظم وعمل كبير بحيث انه يعلم العدو الصهيوني ان اي خطوه يريد ان يخطوها نحو القدس او المسجد الاقصى هناك ردات فعل او حركات عنيفه منظمه ستكون كالطوفان نحو نحوه لتقف امامه ولا يعني هذا انه فقط الشعب الفلسطيني فالشعب الفلسطيني شعب يعني مقاوم وبذل يعني اقصى ما عنده وما زال يجدد في ويطور في اليات المواجهه وما الى ذلك وما رايناه في من تدخل قطاع غزه في معركه سيف القدس كان يعني ايجابيا وكان له اثر كبير جدا على سلوك العدو نفسه وعلى معنويات المسلمين والامه الاسلاميه اذ كانت الامه يعني تكاد يعني تخلط في هذا الجانب ولكن عندما رات ان مجموعه من المجاهدين المقاومين استطاعوا ان يلجموا هذا العدو ويتراجع العدو خطوه امامهم فهذا جعل املا في نفوس الامه، لكن هذا هل هذا الامل يعني يحتاج هل هذا الامل سيضاعف ويؤسس لمرحله جديده ويؤسس لتكوين جديد وتنظيم العمل، هذا ما نتمناه من ابناء الامه الاسلاميه ومن شعوبها ومن مؤسساتها القائمه التي تعمل لصالح المسجد الاقصى والتي يهمها المسجد الأقصى والقدس وقضية فلسطين فهي قضية فلسطين كما قلنا والمسجد الأقصى ليست للفلسطينيين وحدهم وإنما للأمة الإسلامية قاطبة يجب أن يكون أهل بيت المقدس وأهل 48 والضفة وقطاع غزة بل أهل فلسطين هم رأس الحرب وعلى الأمة أن تدعم هذه هذا الرأس بحيث أن يغرس في قلب هذا العدو فيوقفه عن تصرفات وسنأتي إلى دور بشكل مفصل دكتور. هذا نعم. هذه التصرفات يعني دكتور مأمون كما تعرف المفترض والاصل في في الموضوع ان يقوم الشعب الفلسطيني بالاشتباك واشغال العدو ليس فقط عن تطبيق سياساته ومخططاته في القدس انما ايضا اشغاله بمعنى انه محاوله زحزحته وزحزحه وجوده من داخل المدينه وحتى يعني حتى دحره، الاصل في في ذلك ان تكون الخطه بهذه الطريقه، لكن المشكله انه حتى كما تفضل الدكتور نسيم لا يوجد خطه موازيه لمخططات الاحتلال في المدينه وردات الفعل هي ما تزال حتى الان ردات انيه متفرقه بعض الفصائل تستطيع ترد في وقت ما ولا تستطيع ان ترد في وقت اخر المساله معقده جدا ونحن لا نعرف ربما تكلمنا في هذا منذ اكثر من عشر سنوات 15 سنه دائما نسال هذا السؤال لماذا تغيب خطه استراتيجيه فيما يتعلق بالقدس والمسجد الاقصى المبارك تحديدا للاسف الشديد يعني احد معضلات اداره الصراع مع الاحتلال هي غياب قياده مركزيه في هذا الموضوع، ثاني نقطه ان البيئه البيئه الحاضنه للمقاومه كانت بيئه ملتبسه يعني اما ان تريد ان توظف المقاومه الفلسطينيه لمصالح سياسيه وليست لخدمه القضيه الفلسطينيه وهذا خاصه في القوى الاقليميه الموجوده حتى القوى الدوليه التي يعني احيانا ساعدت المقاومه كانت تريدها توظيفا سياسيا وليس لصالح المقاومه. هذا المشروع يعني مشروع ضخم، المشروع الصهيوني مشروع ضخم وليس مشروع دوله شعب اليهود ليست مشكلتنا انا باعتقادي ان ليست مشكلتنا مع اليهود كيهود يعني مشكلتنا ان المشروع الصهيوني هو ترجمه لاهداف استعماريه في هذه المنطقه وظف اداه يعني اداه الجمع الديني كأداء لأن تكون هناك عصبوية فيها في هناك عصبة تقود هذا المشروع بحيث لا تكون الغرب هو في المواجهة وجاءت إسرائيل لخدمة هذا المشروع وهذا الخدمة هذا المشروع لفترة في فترة معينة كانت إسرائيل خدمة مطلقة للمشروع الصهيوني بدل أن تكون يعني كما قالت كما قال أحد الوزراء الإسرائيليين أو شارون بالذات قال نحن وفرنا على الغرب حوالي هذا الكلام في الثمانينات يعني أو التسعينات قال وفرنا على الغرب حوالي 200 مليار دولار يعني بالمعادلة الأرقام اليوم 2 تريليون في وجودنا كدولة إسرائيل ولا يمن علينا بالمساعدات هذه نقطة مهمة جدا الآن الأخطر في الأمر أن اسرائيل أصبحت مكسبا لبعض المنظومات العربية. أوه. وفكرة التطبيع الموجود هو ليست فكرة تطبيع يعني انه الجماعة يعني محتاجين لاقتصاد او س... لا هو مصلحة أصبح لو لم تكن اسرائيل موجودة لأوجدوها، لا لهم في حاجة إليها. وبالتالي أن لا توجد حاضنة لهذا لمقاومة تتحرك في وجه الاحتلال. وعندما يحاول المجتمع الشعب الفلسطيني او المجتمع الفلسطيني ان ان يوجد يفرز قياده تبدا عمليه الضغط الخارجي لمنع هذا الالتحام وهذا التجمع والتاثير من اجل ايجاد حاله انقسام في داخل المجتمع الفلسطيني تمنع ايجاد استراتيجيه شامله. لذلك نحن في اداره الصراعات دائما نقول اول شيء لابد ان يكون هناك من رؤيه ثم تكون تبنى على الرؤيه الاستراتيجيه وتبدا عليها التكتيكات العمل. يعني لا ينقصنا اشكاليه ان الرؤيه هو عدونا ونحتاج الى استراتيجيه و لكن الاستراتيجيات كلها مرتبكه نعم. لماذا؟ لانه لا توجد عوامل تساعدك على العمل الميداني، لذلك كل العمل لاداره الصراع منذ البدايه هو ردات فعل انيه يتم في الاخر في النهايه يعني استيعاب هذه ردات الفعل وتحييدها ثم تخلص منها على مراحل. وطبعا المجتمع الفلسطيني مجتمع مقاوم منذ عام 1917 حتى الآن لم يهدأ الشعب الفلسطيني في مقاومته. وعندما تنطفئ جدوة نضال بطريقة معينة يبدأ ظهور حالة نضالية جديدة. وكثيرا ما تبدأ من القدس. نعم. دائما نعم. الحالة الفلسطينية في كل مكان موجودة نعم. وتتكيف مع الواقع يعني نعم. في فلسطين المحتلة عام 48 ظهرت حالات مقاومة صحيح. تتناسب مع الواقع الفلسطيني عام 48 نعم. مع البيئة في القدس نعم. ظهرت حالات احيانا كانت شديدة واحيانا كانت منخفضة كانت احيانا مدنية مم. مثل معركة البوابات احيانا كانت عنيفة معركة السكاكين, وال... نعم. السكاكين والدهس, وال... والدهس نعم كل حاله كانت تاتي حاله في الضفه الغربيه المقاومه عندما وجدت الفصائل الفلسطينيه انها غير قادره على القيام بالمبادره للعمل نعم. اضطر صارت هناك مبادرات الفرديه نعم. نجد عندنا المبادرات الفرديه نعم. او تشكلات المقاومات الجماعيه اذا شعبنا الاسود شعب شعب وكتائب. نعم. وكتائب, نابلس وكتائب جنين وكتائب كل هذه الحالات هي تجسيد لحاله المقاومه المستمره لكن الغياب النسق الواحد نعم. تعالي و... ابقى في هذه مع ضيوف الكرام عبر سكايب من القدس دكتور ناجح من غزه استاذ سعيد ارحب بك مره اخرى وقد انقطع الاتصال بك قبل قليل بفعل انقطاع الكهرباء اهلا بكما من جديد دكتور ناجح نتوقف عند النقطة التي تفضل بالحديث عنها ضيوف الكرام غياب استراتيجية غياب رؤية وغياب أيضا تكتيكات على ارض الواقع، نحن نتحدث عن غياب ذلك على مستوى الامه العربيه والاسلاميه، ثم على مستوى النظام الرسمي الفلسطيني، ثم على مستوى الفصائل الفلسطينيه، وهذا لا يعيبنا ان تحدثنا بهذه الصراحه لان القدس موجوده لكنها يعني على ارض الواقع في مخططات ورؤى واستراتيجيات وتكتيكات هؤلاء الناس يبدو ان هناك تقصير ما من اجل حمايه هذه المقدسات ودعم هؤلاء هذا الشعب المقدسي الصامد من داخل القدس ومن قرب المسجد الاقصى المبارك كيف تعلق على هذه النقطه؟ يعني الحقيقه انه وضعت استراتيجيات ولكن كانت في مؤتمرات وكانت توصيات يعني هناك ثلاثه مشاكل تواجه اي استراتيجيه توضع لتحرير المسجد الاقصى واعاده القدس كعاصمه للشعب الفلسطيني والنهوض بالقضيه الفلسطينيه وانهاء الاحتلال. كانت هناك عباره عن توصيات موجود توصيات كثيره عقدت مئات المؤتمرات وورش العمل والحقيقه قدمت توصيات مهمه ممكن ان تعتمد يعني في جوانب من هذه الخطه. دائما نحن نقول اذا كانت هناك خطه مبرمجه من الاحتلال لانهم يسيرون وينفذون في القدس ضمن خطه هذه الخطه بشارك فيها اكثر من 35 وزاره ومنظمه وتدعمها 85 منظمه عالميه هذه الخطه التي يعني تدار في القدس من تهويد ليست فقط من فعل بن غفير جاء ليس هو بطل الساحه اليوم ان كان بطلا اعلاميا ولكن هناك روافد كبيره جدا دعمت هذه الخطه اكبر رافد نحن نخسره ولا نستطيع ان ننفذ خطتنا بكاملها اننا لا نمتلك الوقوف على الارض تماما بمعنى ان الاحتلال يمتلك السياده الامنيه والسياده الاداريه والسياده العسكريه والسياده في المعابر والسياده في القوه والسياده في كل شيء، هو يمتلك هذه القوه بنوع البلطجه وبنوع القوه، القوه المنفذه لهذا لهذه الخطه، هناك من ينفذ يعني وضعت الخطه وضعوها وهناك من ينفذها على الارض، وبالتالي نحن قد نضع الخطه ولكن حين تنفيذها لا نستطيع الا بالمقاومه وبالتالي فعل مقاوم هو ربما يعرقل الخطه الاسرائيليه ربما يؤخرها ربما ينجح في بعض الاحيان ويفشل بمعنى هنا نخوض الصراع وبالتالي اي خطه توضع ما لم تكن هناك دول بجيوش وطائرات وانظمه تقف امام هذه الخطه ستبقى عاجزه عن التنفيذ هذه نقطه مهمه جدا ونحن نلاحظ ان الاحتلال كونه يقف على الارض بقوته بقوه السلاح وبقوه البلطجه ينفذ والا هو لا يستطيع لو وضع ملايين الخطط لا يستطيع ان ينفذها بدون روافد قانونيه ومحاكم عليا واقتصاد ودعم دولي وتقديم روايه وغير ذلك هذه نقطه، النقطه الثانيه ما دمنا نحن في صراع لذلك كما ذكر بعض الأخوة قمنا بمبادرات وهذه المبادرات بعضها نجح وبعضها فشل وبعضها حقق بعض الإنجازات يعني نحن نتكلم عن نجاح نسبي لنا وأيضا نتكلم عن نجاح لهم أيضا نسبي يعني لكن النسب قد تتغارب في كثير من الأحيان المجتمع المقدسي كالجمر تحت الرماد لا تدري متى تلتهب الجمرة ومتى هذه الجمرة تحرق من يمد اليد عليها وبالتالي يستعملون ملاقط كثيرة جدا وملاقط الاحتلال ملاقط كثيرة للأسف ممكن أن يستخدم بعض الدول العربية وأن يستخدم بعض الأشخاص كملاقط كذي لا يتمسهم النار ونحن في كثير أحيان لا نمتلك هذه الملاقط وتصيبنا فوراً الضربة وبالتالي الحقيقة نحن أكثر ما نحن بحاجة إليه أختصر إلى ثلاثة نقاط الأولى أن نمتلك قرارنا من رأسنا أن يكون عندنا قرار وإرادة أنه خلص نريد أن نعمل اثنين أن تكون هناك نقاط واضحة ولو كانت بسيطة جدا على مستوى بسيط يمكن تنفيذها إذا أردت أن تضع خطة أضع خطة يمكن قابلة للتنفيذ ثلاث عامل الزمن أن 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 يكون هناك زمن محدد في تنفيذ كل ما نريده واعتقد اننا بفضل الله يعني خلال العقود التي مرت مرت استطعنا أن نحقق شيء وأن نحافظ حتى الآن أن نحافظ على هويتنا ووجودنا الإنساني والمعماري والحياتي والروائي نعم أشكرك دكتور ناجح والتحول إلى غزة من هناك مرة أخرى أستاذ سعيد نتساءل معك عن آليات الردع التي من الممكن أن تجعل الاحتلال يفكر قبل البدء بتنفيذ أي خطوة من خطواته وقد حصل نموذج مشرف في, في الأعوام الماضية كما قلنا في البداية سيف القدس واتحاد الساحات أو وحدة الساحات كما لاحظنا في ذلك الوقت هل بالإمكان بإمكان المقاومة الفلسطينية أن تثبت هذه النقاط يعني مثلا يوم أمس كانت هناك مجزرة في نابلس كانت لدينا العديد من التصريحات من الناطقين باسم فصائل المقاومه او حركات المقاومه حول ان الصبر بدا ينفد هل نحن نتكلم عن اليات واضحه ومتوازنه لاداره المشهد في هذه الجوهره الثمينه علينا جميعا القدس والمسجد الاقصى المبارك للاسف انت ذكرت في البدايه كلام جميل وهو يتعلق بالتصريحات هل التصريحات هاي تفيد اكيد لا تفيد حاليا خاصة التسريحات الكبيرة جدا اللي أصبح يستغلها الاحتلال لتوجيه مسار عملنا حتى فيما يتعلق بقضايا تتعلق بشيء كبير جدا لا يتعلق بالفلسطينيين بس بالمسجد الأقصى بالقدس الآن المطلوب المقاومة بلا أي نقاش لأنه لا يوجد حل غير المقاومة لكن المقاومة هاي يجب أن توزع الأدوار بينها وتوزيع الادوار مهم جدا طبعا استثني الجانب الرسمي الفلسطيني لانه ما له علاقه بالشعب الفلسطيني واحنا شايفين على ارض الواقع ما بنتهم حدا احنا من بنوصف الحاله سحبوا مقترح مقترح ادانه الاستيطان نعم مؤخرا نعم سحبتها بدون مقابل واحنا شايفين السلطه الفلسطينيه سحبت ادانه الاحتلال بضغط امريكي واسرائيلي دون اي مقابل، يعني لا وقف اقتحام ال... المدن ولا وقف الاستيطان ولا شيء هيك مجانا. الان المقاومه لا يوجد حل الى المقاومه، لكن يجب على المقاومه ان توزع الدور. إيه 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 سكان القدس يجب ان تكون تحركاتهم المقاومة لهذه الخطة أكبر من الموجودة حاليا وضبطها وتحديد مسارها وعدم ارتكاب أخطاء فيها لأنه الاحتيال بصور أنا هيني بقول أنا بصور ما بدي أخبي شيء بصور وينقل تقارير للعالم أنه هاي فوضى وليس مقاومة إحنا نخليها نجودها وما نغلط أغلاط خاصة في التعامل مع التمرد المدني خلينا نسميه ضبط الحالة في القدس وتفعيلها زيادتها الضفة الغربية لازم تدخل على الخط الضفة الغربية إحنا بدنا إياها تولع أنا بقول لك بدنا إياها تولع لأنه عدم تولعتها مخالف لوضعها الضفة الغربية الآن وزعوا الصلاحيات بين جالانت وسموتريج على سرقة ما تبقى من اراضي سي يعني ماكل هوا بلغتنا الفلسطينيه ماكل هوا اذا يجب ان تتحرك الضفه الغربيه لمسانده القدس الضغط الامني المدروس اللي بتركز في الضفه الغربيه بما فيها القدس اللي هي الخط المواجهه الاستراتيجي مع الاحتلال والمستمر مش مثل غزة أربع أيام عشر أيام بعد أن منوقف. لا الضفة الغربية هي عبارة عن مسار نضالي متواصل يجب أن يتواصل إذا تواصل ستفقد المؤسسة الأمنية الصبر ستفقد المؤسسة الأمنية القدرة على تعامل مع حالة أصلا متطورة مسلحة بتخوف لا يستطيع أن يعيش فيها المستوطنين بدون أمن وبالتالي إذا عملنا هيك وزعنا الأدوار وغزة مساندة لا شك لكن دورها مش الآن ترد بصواريخ لا اعتقد انها ردت على ما حدث في نابلس بصراحه بنقولها اليوم على الهواء لا اعتقد انها ردت على ما حدث في نابلس خل الضفه الغربيه تاخذ المدى المطلوب من الانفجار بدنا اياها ننفجر سعيد بشارات نقول بده اياها تنفجر ليش لانه هذا الخط الاستراتيجي اذا ظلوا نايم ظل نضيع في جهد على الفاضي والاحتلال هو اللي بيوجه فينا للمصاري اللي بده اياه بصراحه يجب ان تتحرك الضفه الغربيه يجب ان تتحرك القدس وتساندها المقاومه في كل الجبهات وكل الجبهات خايفه من اسرائيل كلام مهم لكن لم يتبقى لنا الكثير من الوقت اتيح لضيوفي دقيقه ونصف لكل ضيف في الاستوديو استاذ استاذ دكتور نسيم ياسين نحن تاتي هذه الندوه بطبيعه الحال الطيبة الكريمة بحضوركم في ظلال أو في ختام أسبوع القدس العالمي ونحن كنا نتحدث عن أدوار الأمة اشتركت في هذا الأسبوع لا أقول العشرات إنما مئات المؤسسات والشخصيات وهو أسبوع على درجة عالية جدا من الأهمية وقد بدأ قبل ثلاثة أعوام ونحن الآن في العام اختتمنا العام الثالث لكن دكتور في ضوء ما النفس المرتفع لسعيد يعني من قلب غزة حيث الجهاد والمجاهدين ألا تعتقد بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من تصعيد الخطوات بالمعنى الإيجابي بحيث أن تكون أن تكون لهذه الأسبوع يعني دور كبير وثمار هائله جدا في السنوات المقبله ولا يبقى اسبوع تعبوي اعلامي فقط انما يتحول الى ممارسات واقعيه وبنود على ارض الواقع يمكن تطبيقها في القدس المحتله. بارك الله فيك، هو الحقيقه يعني ما قمنا به في اسبوع القدس وهو الاسبوع الاخير من شهر من شهر رجب نعم. نعم من كل عام منذ ثلاث سنوات قامت به حوالي أربعمائة مؤسسة من حوالي أربعين دولة في العالم. يعني اشترك فيه العلماء والإعلاميين والدعاء والصحفيين والسياسيين والنخب والنقابيين يعني هناك طبقات متنوعة اشتركت فيه من دول متعددة كما ذكرت وكان ناجح على مستوى يعني طيب لكن ليس هو المستوى المطلوب الذي نريد نحن نريد أن نوحد هذه الجهود بشكل كبير بحيث أنه العالم كله العالم الإسلامي ومن ورائه العالم الحر ان يدعم هذه 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 يدعم الحق الحق الذي يجب ان يعود لاصحابه وهو القدس وكل من يؤمن بهذه الفكره او هذه هذه العقيده يجب ان يدعم هذا، ما يقوم به او تقوم به هذه المؤسسات هو جوانب تعبويه وربما بعض الماديات وما, وما, نعم. وما الى ذلك، لكن هذا لا يكفي، يجب ان يكون هناك توحيد لكل هذه الجهود في العالم كله في العالم الاسلامي ومن ومن يدعمه وتكون اكبر وهذا ما نطمح اليه في العوامل القادمة باذن الله سبحانه وتعالى، يجب ان توحد الجهود سواء جمع التبرعات او الجهود المنهجيه والعلميه او الجهود الداعمه لاهلنا في القدس من اجل ان نكون صف واحدا باذن الله وتكون الخطه الاستراتيجيه ممنهجه وموضوع موضوع على مستوى يعني مقسم على مستوى اوقات وازمنه وجغرافيا بحيث انه يكون يعني دو متى يكون دور اهل القدس متى يكون دور الضفه الغربيه متى يكون دور غزه متى يكون دور العالم او الشعوب العربيه والاسلاميه وكذلك هذه المؤسسات يجب ان تنظم حالها نعم بهذا الشكل نعم وان شاء الله يعني يكون في الاعوام المقبله جهد اكبر للعلماء والدعاه والنخب الذي ذكرنا دكتور مامون ختاما يعني في ضوء كل ما تفضلتم به بهذه الندوه نحن نتحدث عن تصاعد وتيره العدوان وتصاعد وتيره المقاومه في القدس وفي الضفه الغربيه بشكل عام. توقعاتكم المستقبليه الى ماذا ستؤول؟ بتقديري ان هذه الحكومه الاسرائيليه بوجود هذا الطاقم الفاشي الموجود فيها يعني اكثر تطرفا هي حكومة يمينية فيها هذه الكتلة الفاشية تجر هذه الكتلة يعني تصنع أجواء من التطرف أكثر وأكثر وهي تحقق إنجاز في هذا المجال في ساحة في ساحة المجتمع الإسرائيلي بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة باتجاه استهداف المسجد الأقصى يعني أنا أعتقد أنه إحنا في شهر في شهر أبريل القادم العيد الفصح عند اليهود سيكون هناك اعتداءات واسعة ربما تكون هناك محاولات يعني اوسع في الاداء الطقوس الدينية في داخل المسجد الاقصى وهذا يعني ليس ليس بعيدا اعتقد اذا بقيت الحكومه هذه الحاليه واعتقد انها ستبقى الفطرة ليست بسيطه ان تسعى لفرض وقائع وهذا معتمد قدرتهم على فرض الوقائع معتمد على قدره الطرف الفلسطيني على الصب هذه الهجمات ولذلك على الفلسطينيين ان ينظموا انفسهم يستعدوا لمواجهات ساحقه والا يستنزفوا طاقاتهم في معارك جديد. معارك ليس يعني الجانبيه منها آه. بحكي احيانا في معارك نشعر بانها يعني مهمه جدا يعني مم. بالامس المذبحه في نابلس كان بعض يدعو مثلا الى اذهبوا اطلاق صواريخ مم. اعتقد كما يعني اثني على كلام الاستاذ سعيد في هذا الموضوع وانا اشرت له كمان في منشور الي خاص مم. مم. انه هذا الامر من بكر الحديث فيه لانه هناك معركه السقف العالي الفاصله يجب ان يكون <applause> نعم معركه ممكن نسميها معركه اخر المعارك نعم بحيث ان العدو يفهم انه اذا حدث ما يتصور من اعتداء على المسجد الاقصى فلتنتهي تحرق كل الجسور ولا تكون هناك شيء ممكن الخوف عليه ولذلك لابد ان يكون هناك استراتيجيه صراع طويله المدى في تواجه كل مرحله بما, بما نستطيع مواجهتها نعم. في ساعة وخاصه دكتور انه شعبنا الفلسطيني نفسه طويل وشعب مثابر ولذلك يحتاج الى تنظيم هذه نعم. هذه الطاقات نعم. يعني نعم. لا نريد نعم. ان نستهلك يعني العدو نعم. بيستهلك احيانا بستغل الفترات يعني مثلا لماذا اتخذ قرار عام 2015 بالسماح لليهود بدخول المسجد الاقصى ونتيجه حرب 2014 نعم انه دخلت المقاومه في غزه معركه كسرت كسرى فشعر انه هناك ضعف اشكرك وبالتالي انتهت الخطوه لم يكن قدرة في بالمقاطعه للتحرر اشكرك دكتور مامون واعتذر على المقاطعه واعتذر على ضيق الوقت من ضيوف الكرام ما تفضلتم به وكلام ثمين ونسال الله ان يتحول الى تطبيقات على ارض الواقع شكرا فضيله الدكتور نسيم ياسين شكرا دكتور مامون ابو عامر شكرا لضيفنا من القدس الدكتور ناجح بكرات ودكتور سعيد بشارات من قطاع غزه شكرا لكم جميعا وان شاء الله تدوم القدس باهلها بخير وبصمود شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة في هذه الندوة الخاصة الشكر موصول بلا شك إلى هيئة علماء فلسطين على هذه الترتيبات وعلى جهدها في أسبوع القدس العالمي وشكر أيضا لفريق العمل لإنجاح هذه الندوة وأخص بالشكر قناة الرافدين إدارة وعاملين على استضافتنا الكريمة في استوديوهاتها شكرا لكم على طيب المتابعة تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله